رمضان فرصة عظيمة للسجود لله وتوكيله كل الأمور والرضا بكل شيء، ونسأله دائما جبر الخواطر وإصلاح القلوب. أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج افتح واربح على شاشة دبليو تي في الفضائية من الساعة 10 إلى الساعة 11. برنامج افتح واربح برنامج مسابقات رمضانية، ويانا 30 صندوق، بداخل كل صندوق سؤال وجواب وأسئلة كثيرة والجوائز تجنن. للاتصال على البرنامج الأرقام الموجودة أسفل الشاشة. كثفوا اتصالاتكم حتى نشوف اليوم منو سعيد الحظ اللي راح يربح ويانا. فأهلا وسهلا بكم من جديد. ناخذ أول اتصال مخرجنا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. شيماء هذه جواد من بغداد. رمضان كريم عليك شيماء. علينا وعليكم. شيماء هادي؟ أي نعم. شيماء هادي إيش؟ جواد. جواد؟ أي. شيماء من منين وين بدك تحكين وياي؟ من بغداد؟ أي نعم من بغداد. يلا شيماء جاهزة نلعب؟ أي نعم. يلا. اختارينا رقم 14. خلينا نروح لصندوق 14 ونشوف شنو بداخل هذا الصندوق. ما هي السورة التي تسمى باسم احد الغزوات؟ احدى الغزوات. ما هي السورة التي تسمى باسم احدى الغزوات؟ ساعديني. اكو معركة اسمها على اسم سورة بالقرآن الكريم. احد. اعتذر منك، انتهى الوقت لين 20 ثانية وياك. ناخذ اتصال اخر ونقول الو. عليكم السلام. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليك اجمعين. منو جاية؟ جنة علي حالي من بغداد. هلا وجنة، شلونك؟ هلا كثير. يلا جنة اليوم جاهزة نلعب؟ اي اكيد. يلا يلا اختاري لنا رقم جنة. اختار رقم 3. رقم 3. يلا خلينا نشوف شنو بداخل هذا الصندوق. بسم الله. يلا سؤال. سؤال، في اي عام وقعت موقعة اجنادين؟ اي عام شنو؟ في اي عام وقعت موقعة اجنادين؟ عام 634. لا، 20 ثانية ولا تحاولي تستعجلين بالجواب. انتهى الوقت جنة، نعتذر منك. ناخذ اتصال اخر ونقول الو. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم. رمضان كريم عليك وعلى كل الاهل. منو جاية؟ حسن اركان من بغداد. حسن؟ اي. حسن اركان. اي. يلا حسن جاهز نلعب؟ يلا. يلا اختار لنا رقم 7. اوكي يلا خلينا نشوف شنو بداخل هذا الصندوق. يلا سؤال، في اي خط كتبت مسلة حمورابي؟ المسماري. صح، عاش ايدك ومبروك الك، اسمك دخل ويانا بالقرعة. حسن اركان ايش؟ هادي. حسن اركان هادي، مبروك لك حسوني وشكرا لاتصالك. ناخذ اتصال اخر ونقول الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. رمضان كريم. رمضان كريم عليك وكل عام وانت بخير. وانت بألف خير حبيبتي. منو جايه؟ وياك سعاد. سعاد غادي جاسم. سعاد، شلون سعاد؟ الله يسلمك، الحمد لله.
حبيبتي من بغداد؟ من البصرة. من البصرة صديقة البرنامج سعاد. انقطع الاتصال؟ اعتذر مني سعاد، ان شاء الله تحاوليني انا بالمرات القادمة. انقطع الاتصال، ناخذ اتصال اخر ونقول الو. الو 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 السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. شلون تعيني؟ اهلا وسهلا، رمضان كريم عليك. علينا وعليكم اجمعين. من وياي؟ عذراء من العمارة. عذراء عذراء حياك الله وكل اهلنا بالعمارة. حيا الله اصبح حبيبتي. عذراء ايش؟ غضبان. عذراء غضبان شنو؟ رهيب. نعم؟ رهيب. عذراء غضبان شنو اسم الجد؟ مدى عرفه صراحة. رهيف. رهيف. رهيف؟ اي نعم. اوكي تمام. ممكن اشارك؟ اكيد ممكن. يلا يلا يلا. جاهزة نلعب عالذورة؟ يلا يلا. احنا اوكي اساعدك من عيوني. يلا اختاري لنا رقم. اختار رقم 18. رقم 18، خلي نشوف شنو بداخل. ايش تتوقعين شكو بداخل هذا الصندوق؟ يلا بس ساعدوني. نساعدك من عيوني. شكو؟ ايش تتوقعين شكو بداخل هذا الصندوق؟ والله ما اتوقع. يمكم بعد مبروك اليك، ربحتي ويانا ايربود. مبروك إليك عذراء. عذراء بعدها ويانا؟ ألو؟ انقطع الاتصال. عذراء اسمعيني من التلفزيون، ربحتي ويانا ايربود. للاستفسار والحضور إلى مقر القناة لاستلام الجائزة، التواصل عبر الرقم اللي يظهر في نهاية الحلقة أسفل الشاشة. شكرا لاتصالك. وناخذ اتصال ونقول الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم. رمضان كريم عليك وعلى كل الاهل. ويا شهد احمد عادل. شهد شلون شهوده؟ هلا حبيبتي شلونك؟ تمام اذا انت بخير احنا بخير. دوم تشرفي حبيبتي. شهوده من بغداد مو؟ اي تحياتي للمخرج لكل كادر العمل. حبيبتي حبيبتي وتحياتهم الكل إلك ويتشكرك حبيبتي. تسلمين. يلا الله يسلمك. يلا شهودة اختارينا رقم. اختار رقم 25. رقم 25 يلا خلينا نشوف الصندوق شنو بداخله. يلا تمام ان شاء الله يطلع سؤال سهل. يلا ان شاء الله. من هو النبي الاول الذي عمل في دفاتر الدوله؟ من هو من هو النبي الاول الذي عمل في دفاتر الدوله؟ 20 ثانيه. نوح. تعديل شيء اسحاق. لا النبي اسحاق. لا لا لا. ابراهيم. قربتي. نعتذر منك انتهى الوقت للاسف. ناخذ اتصال اخر ونقول الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. رمضان كريم. رمضان كريم عليك وعلى كل الاهل الجميع ان شاء الله. حبيبتي من وياي؟ وفاء حاجه من بغداد. وفاء هادي من بغداد. وفاء هادي من بغداد. بشرى هادي من بغداد. اوكي بشرى هادي. حاجي حاجي. بشرى حاجي. اعتذر لانه ما سمعتش زين. يلا بشرى جاهزه نلعب؟ ان شاء الله. يلا يلا اختارينا رقم.
22. رقم 22. يلا سؤال، من هو أول من برهن على أن الكرة الأرضية تدور حول ذاتها وحول الشمس في آن واحد؟ 20 ثانية وياك. من هو؟ إيه وياك بس أفكر. من أول من برهن على أن الكرة الأرضية تدور حول ذاتها وحول الشمس في آن واحد؟ انتهى الوقت، أعتذر منك. ناخذ اتصال آخر ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. رمضان كريم. رمضان كريم عليك وعلى كل الأهل. الله يخليك يرحم والديك. من وياي؟ وياك أحمد هادي محمود. أحمد هادي محمود. أحمد من وين؟ بغداد. بغداد. من بغداد. يعني. يلا أحمد جاهز؟ أول مرة تتصل بينا أحمد؟ إي نعم. يلا جاهز نلعب؟ يلا توكلي بالله. يلا يلا اختار لنا رقم أحمد. سبعة وعشرين. سبعة وعشرين. رقم سبعة. يلا خلينا نفتح صندوق رقم 27 ونشوف شنو بداخله. يلا سؤال، ما حاصل جمع ألوان الطيف السبعة؟ ما حاصل جمع ألوان الطيف السبعة؟ نعم عيدي السؤال الله يخليك. اي ما حاصل جمع ألوان الطيف السبعة؟ اللون الأبيض. نعم الجواب الوردي. لا هو شي يسمونه حاصل جمع ألوان الطيف. اي أبيض. أبيض يعني. انتهى الوقت انتهى الوقت. ناخذ اتصال آخر ونقول ألو. ألو لود على اتصالات. شو ناخذ اتصال اخر ونقول الو. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. رمضان كريم. رمضان كريم عليك وعلى كل الاهل. حبيبتي يا قلبي الجميل يا عمري. من وياي؟ كوثر محمود. كوثر محمود صالح من بغداد. كوثر شلونك كوثر؟ الله يسلمك يا عمري حياتي حبيبتي. كوثر منين تتابعينا من بغداد؟ والله من المشاهده. من المشاهدة تحياتنا لهم هو أصدقاء البرنامج من هاي المنطقة الحلوة. الله يسلمك عيونك. الله يحفظكم يا رب. الله يسلمك. يلا جاهزة نلعب كوثر؟ نعم جاهزة. يلا اختاري لنا رقم. إن شاء الله دائما نختار رقم واحد فما غير رقم. يلا رقم. أي إن شاء الله خير. إن شاء الله. طلع ليش سؤال؟ أي. من هو الشاعر صاحب قصيدة البردة في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام؟ عليه الصلاة والسلام. الرصافي؟ نعم الرصافي؟ لا لا صاحب قصيدة البردة الرصافي. يا قصيدة؟ صاحب قصيدة البردة. انتهى الوقت نعتذر منك. خلص الوقت. نعتذر منك. 20 ثانية كانت بتجاوب وياك. أعتذر منك كوثر وإن شاء الله تحاولين ويانا بالمرات القادمة وتفوزين. ناخذ اتصال آخر.
يلا. الو كريم. الو الو، السلام عليكم. رمضان عليكم كريم. عليكم السلام، رمضان كريم عليك. كمال اسعد. منو جايه؟ كمال اسعد. سلمان؟ كمال. كمال 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 اسعد. اسعد. من وين كمال؟ نديالة. نديالة. كمال جاهز نلعب؟ والله قبل ما يعني اجهز، اطلب من السيد المخرج. الو الو الو، وياكم؟ اي نعم. اطلب من السيد المخرج ان يساعدني بالسؤال. تدلل صار نايوني. يلا يلا يا رقم تختار كمال. اختار ان شاء الله رقم 8. رقم 8. يلا خلينا نشوف شنو بداخل هذا الصندوق. سؤال، السؤال يقول الى اي دولة يعود اصل اكلة الهمبرجر؟ اطلب من السيد المخرج. بريطانيا، تركيا، المانيا. انت بس قول المانيا. المانيا صح. عاش ايدك، مبروك لك كمال، اسمك دخل ويانا بالقرعه. شكرا لك كمال. اسعد ثاني. ايش؟ سرحان. سرحان؟ اي سرحان. اليوم طبعا خاطلين على الشاشه وعائلتي كلها يعني قناتكم رقم واحد عندنا. تسلم تسلم، ممنونين منك، ربي يحفظكم. شكرا لك، تحياتنا لك وللاهل. وناخذ اتصال اخر ونقول الو. اهلا، السلام عليكم. عليكم السلام. وياكم براء علي. براء؟ اي. شلونك براء؟ هلا حبيبتي، شلونك؟ تمام. براء علي؟ اي اي. براء علي ايش؟ عبد. من وين براء؟ من بغداد. من بغداد. منين تتابعينه من بغداد بالرؤى؟ من المشاهدة. من المشاهدة، تحياتنا لهم. يلا حياتي. يلا اختارينا رقم. رقم 4. رقم 4. يلا خلينا نشوف شنو بداخل هذا الصندوق. سؤال، من هي الفنانة التي لعبت دور شيماء أخت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ عشرين ثانية وياك بتجاوب. براء أول مرة تتصلين بينا صح؟ أي أول مرة. يلا الفنانة المصرية شو اسمها؟ سميرة؟ سميرة أحمد. صح، جاوبت مخرجنا. مبروك لك، اسمك دخل ويانا بالقرعة براء. شكرا لاتصالك ودخل اسمك ويانا بالقرعة. ناخذ اتصال آخر ونقول ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم. رمضان كريم عليك وعلى كل الأهل. الله يسلمك. أهلا بيك، من وياي؟ وياك سعد غازي حسن. سعد غازي حسن. سعد من وين تتابعنا؟ من بغداد. منين من بغداد؟ سعد سعد. منين من بغداد سعد؟ من الشعب. تحياتنا لكم. الله يسلمك. يلا سعد جاهز نلعب؟ جاهز. يلا 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 اختار لنا رقم. يلا اختار لنا رقم. رقم 6. رقم 6. تمام. سؤال، ما هي أول جامعة تم بناؤها في العالم وأين توجد؟ ما هي أول جامعة تم بناؤها في العالم وأين توجد؟
جامعة بولين بوليفيا بولينيا. لا حاول تغير الجواب، 20 ثانية وياك، استعجل. نعتذر، انتهى الوقت سعد، ان شاء الله تحاول ويانا بالمرات القادمة. شكرا لاتصالك، وناخذ اتصال اخر ونقول الو. الو 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 السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. رمضان كريم عليك. رمضان كريم عليك وعلى كل الاهل. الله يسلمك يا قلبي حبيبتي. ممكن اشارك؟ اكيد ممكن. من وياي؟ يسرى نعيم فاضل من صلاح الدين. يسرى نعيم فاضل من صلاح الدين. شنو هذا الاسم الفني الحلو؟ والله ما ادري. الله يسلمك انت الاحلى حبيبتي. يلا يسرى جاهزه نلعب؟ ان شاء الله. يلا خلينا نروح على الصناديق ونختار لنا رقم. ان شاء الله رقم 9. رقم 9، يلا خلينا نشوف صندوق رقم 9 وشنو بداخله. سؤال، من هو صاحب كتاب تهافت التهافت؟ والله عيد السؤال. من هو صاحب كتاب تهافت التهافت؟ الو 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 ياك، اسمعك يسرى. من هو صاحب كتاب شنو؟ تهافت التهافت. تهافت التهافت. اعتذر منك انتهى الوقت. الو يسرى انتهى الوقت، اعتذر منك. ها اني مو فهمت السؤال. انا زين فهمته زين. الو الو مكتب بن راشد. انتهى الوقت. لا نعم الجواب شنو؟ بن راشد. بقت يم المخرج، مخرجنا. مبروك إليك، اسمك دخل ويانا بالقرعة، صح جوابك. شكرا لكم، مع السلامة. حبيبتي أهلا بيك. ناخذ اتصال آخر ونقول ألو. ألو 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 السلام عليكم. عليكم السلام. الو 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 السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. ممكن اشارك؟ اكيد ممكن. رمضان كريم عليك. علينا وعليكم ان شاء الله. من وياي؟ حسين جابر من بغداد. حسين جابر من بغداد. جابر من بغداد. منين من بغداد حسين؟ كاظميه. تحياتنا لك وكل اهلنا بالكاظميه. الله يجزاك. حسين جابر ايش؟ عطيه. عطية. حسين جاهز نلعب نروح للصناديق؟ ان شاء الله جاهز ان شاء الله. يلا خلينا نروح. يلا اختار لنا رقم. رقم 12. رقم 12 تمام. خلينا نشوف شوفوا داخل هذا الصندوق. اكو سؤال، ما اسم المعركة التي من خلالها استطاعت اليونان أن تستقل فيها عن الحكم العثماني؟ بالتاريخ هاي. ما اسم المعركة التي من خلالها استطاعت اليونان أن تستقل فيها عن الحكم العثماني؟ حسين أول مرة تتصل بينا صح؟ صحيح. يلا راح معركة عين جاود؟ لا معركة نا. اعتذر منك انتهى الوقت، حبيت اساعدك. ناخذ اتصال اخر ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم عليك وعلى كل الاهل. علينا الصوت. اوس احمد عادل من بغداد. اوس موجود بعد ويانا؟ انقطع الاتصال. ناخذ اتصال اخر ونقول الو. الو الو
السلام عليكم. عليكم السلام. برنامج افتح واربح. اي نعم تفضلي. رمضان كريم عليك وكل عام وانت بخير. انت بخير حبيبتي. من وياي؟ ويات فاطمة ماجد. فاطمة من وين فاطمة؟ من محافظة النجف الأشرف. فطومة أول مرة تتصلين بينا صح؟ اه اي ما اي أول مرة. منين من النجف متابعتنا؟ شلون؟ منين من يا منطقة من النجف؟ من النجف للأسف من المنطقة أموال حولين. تحياتنا لكم. يلا فطومة اختاري لنا رقم. ماشي. اختار رقم 22. رقم 22. يلا خلينا نشوف شنو المثل. يقول جاك الواوي. ممكن تساعديني شوية؟ يلا رجع علينا أول مرة اتصل. يلا جاك الواوي. جاك عفية صح. فاطمة ماجد ايش؟ فاطمة ماجد ايش؟ فاطمة ماجد حسين. مبروك إليك فطومة، اسمك دخل ويانا بالقرعة. اوكي اوكي. اهلا وسهلا بيك، نورتينا فطومة. اوكي شكرا. حبيبتي. ناخذ اتصال اخر ونقول الو. الو. رمضان كريم. رمضان كريم عليك. ممكن اشارك؟ اكيد ممكن، من وياي؟ مصطفى. مصطفى ايه مصطفى ايش؟ نبيل. مصطفى نبيل شلونك مصطفى؟ زين. مصطفى نبيل ايش؟ ماجد. من وين مصطفى؟ من بغداد. يلا صوفي جاهز نلعب؟ ايه. يلا اختار لنا رقم. واحد. رقم واحد. اوكي. سؤال. سؤال. ما هو اسم الكوكب الثالث من حيث التسلسل في مجموعتنا الشمسية؟ الأرض. صح. مبروك عليك مصطفى، اسمك دخل ويانا بالقرعة. شكرا. عفوا تحياتنا لك. ناخذ اتصال اخر ونقول الو. السلام عليكم مره ثانيه. عليكم السلام مره ثانيه وثالثه ورابعه. الله يسلمك. الله يحفظك، من وياي؟ يا سعد غازي حسن. سعد. سعد قبل شوي اتصلت بينا مو؟ اي بلي بلي اتصلت. سعد من وين؟ من بغداد شعب. اهلا بيك سعد. يلا سعد نلعب؟ يلا يلا اختار لنا رقم. رقم 29. رقم 29. سؤال. معركة الطف في أي عام هجري حدثت؟ معركة الطف في أي عام هجري حدثت؟ عشرين ثانية لك راح ينتهي الوقت. نعتذر منك سعد. ناخذ اتصال آخر ونقول ألو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. شلون تترفل؟ اهلا وسهلا بخير. تحيه لك ويا المخرج. تحياتنا لك، رمضان كريم عليك. علينا وعليك تترفل، رحم الله والديك. تسلم، من وياي؟ اشرف محمد علي. اشرف محمد علي، اشرف من وين؟ من محافظة الانبار. تحياتنا لك ولكل اهلنا بالانبار.
رحم الله والديك. يلا اشرف جاهز نلعب؟ ماشي تترفض. يلا اختار لنا رقم. رقم 30. رقم 30. يلا خلينا نشوف شنو بداخل الصندوق. سؤال سؤال كلش سهل. يلا يلا اجي يكحلها. اجي يكحلها عماها. عافيه مبروك لك. اسمك دخل ويانا بالقرعه. شاكرين اتصالك. شكرا جزيلا. عيوني اهلا وسهلا بك. ناخذ اتصال اخر ونقول الو. الو انا دا اسمعك. الو الو رمضان كريم عليك. علينا عليكم حبيبتي. من وياي؟ سكينة عامر صلاة من بغداد. سكينة اي نعم من بغداد. أيوة. سكينة أول مرة تتصلين بينا مو؟ لو لا ثاني مرة. صديقة البرنامج. يلا سكينة جاهزة نلعب؟ أي جاهزة. يلا يلا اختاري لنا رقم. اختار رقم ما شاء الله رقم 15. اوكي خلينا نروح الرقم 15. عندك سؤال. ايه يقول السؤال. يلا سؤال سهل يقول من شارك في بطولة الفيلم المصري الباطنية؟ الفيلم كلش حلو معروف. ما عارفين شنو؟ من شارك بطولة الفيلم المصري الباطنية؟ نادية جندي؟ نعم. ومحمود ياسين. تقريبا. نادية جندي ومحمود ياسين. صح صحيح. نادي جندي محمود ياسين فارق الفيشاوي. شكرا لاتصالك مبروك لك. اسمك دخل ويانا بالقرعه. ناخذ اتصال اخر ونقول الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. شلونكم عيوني؟ اهلا وسهلا رمضان كريم عليك. على الجميع يا رب. عبد الله ايش؟ عبد الله بشار. عبد الله بشار من وين؟ بسام عبد الله بسام من انبار حديثة. نعم من انبار. من الانبار. عبد الله بسام ايش؟ قهر. قهر؟ نعم. متصل بينا انت سابقا صح؟ صح. ايه اتصلت بس ما رجعت. اي تحياتنا لك. يلا ان شاء الله اليوم تفوز. جاهز نلعب؟ ان شاء الله. يلا يلا اختار لنا رقم. 23. رقم 23. نعم. يلا سؤال رياضي. أين نظمت أول بطولة لكأس الخليج؟ قطر. لا غيره. سعودية. 20 ثانية وياك. سعودية. لا مو يعني وين يا ودو؟ حاول تغير الجواب. بالامارات. انت هالوقت اعتذر منك عبد الله للاسف. ناخذ اتصال اخر ونقول الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه رمضان كريم. علينا وعليكم ان شاء الله اجمعين. من وياي؟ واخيرا حصلتكم. واخيرا واخيرا. اهلا بيج. اليوم تاجيك حبيبتي. من وياي؟ فاطمه عوده. فاطمه عوده
فاطمة عودة إيش؟ فاطمة عودة نوري من النجف. نوري أول مرة تتصلين بينا؟ إي أول مرة. حبيبتي حياك الله. حياك الله حبيبتي نورة جوم. حبيبتي نورك يا طيبة تسلمين. يلا فطوبة جاهزة نلعب؟ إي جاهزة. يلا اختاري لنا رقم. أنا حايلة باثنين بس راح أختار رقم. يلا لا تحتاري أنا أساعدك. خمسة. رقم خمسة يلا خلي نشوف صندوق رقم خمسة وشنو داخل الصندوق. كم مرة تأهل منتخب الكويت لكرة اليد لكأس العالم حتى سنة 2002؟ ممكن تساعديني لأن أنا مو يم الرياضة. مو يمك التلفزيون؟ لا الرياضة. أي أوكي تتبعين علي من التلفزيون؟ ايه ده اضاف ثلاث مرات اربع مرات صح. مبروك اليك فاطمة اسمك دخل وياي بالقرعة. مبروك اليك فاطمة. وناخذ اتصال اخر ونقول الو. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك رفل؟ تمام بخير انت شلونك؟ الحمد لله. حبيبتي رمضان كريم عليك. علينا عليك ان شاء الله بخير وسلامه. اجمعين ربي يحفظك. من وياي؟ بشرى حاجي من بغداد. بشرى حاجي من بغداد. حبيبتي يلا بشرى جاهزه نلعب؟ ان شاء الله. يلا اختاري لنا رقم. 25. 25 يلا خلينا نشوف شنو داخل هذا الصندوق. شنو السؤال؟ يلا متى تأسس الاتحاد الدولي لألعاب القوة؟ الرياضة يعني مو؟ نعم متعكس فترته. يلا 1912. صح مبروك ليك اسمك دخل وياي بالقرعه. بس اريد اعرف بشرى حاكي شنو. تسلمين حبيبتي تسلمين رحم الله والديك. حبيبتي بشرى حاكي ايش؟ بشرى حاكي محمد. بشرى حاكي محمد. ان شاء الله تكونين سعيده الحظ بالقرعه. ان شاء الله لي شوفك. حبيبتي حبيبتي ربي يسعدك امين. تسلمين شكرا لاتصالك. وناخذ اتصال اخر ونقول الو. عليكم السلام. رمضان كريم. رمضان كريم عليك كل عام وانت بخير. الصوت كلش ناصي فما دا يسمع. انقطع الاتصال؟ انقطع الاتصال. مخرجنا صوتك. ناخذ اتصال نقول الو. 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 السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم. وعليكم. من وياي؟ احمد اسماعيل مطلق. احمد اسماعيل مطلق. مطلب. ادت. من وين احمد؟ من الانبار. من الانبار. منين تتابعنا من الانبار؟ من فلوجه. تحياتنا لكم. شكرا. يلا احمد جاهز نلعب؟ ايه. يلا اختار لنا رقم. 28. 28. يلا خلينا نشوف صندوق 28. نصلي صوت التلفزيون احمد. احمد نصلي صوت التلفزيون واسمعني من الفون حتى لا ينقطع عندك الاتصال. تسمعني؟ انقطع الاتصال. ناخذ اتصال اخر.
الو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. حياكم دبراء علي عزيز. نعم لباس علي عزيز. اسمك مو واضح. رمضان كريم عليك بالبدايه. علينا وعلى الجميع. وياكم نبراس علي من بغداد. نبراس علي. نبراس علي ايش؟ عزيز. نبراس اول مره تتصلين بينا؟ اي اي. يلا نبراس جاهزه نلعب؟ اوكي. يلا اختاري لنا رقم. رقم 24. رقم 24. تمام. يلا سؤال، وهي الأسئلة اللي تكون بداخل الصناديق بصراحة هي معلومات عامة وجدا مفيدة، معلومات تكون رياضية وثقافية واجتماعية ودينية وفنية. فهذا السؤال يقول مدى مدة شوط مباراة كرة الماء. مدة شوط مباراة كرة الماء 20 ثانية وياك. سبع دقائق. صح. مبروك لك نبراس. اسمك دخل ويانا بالقرعة. ناخذ اتصال آخر ونقول ألو. 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 السلام عليكم. عليكم السلام. الو شلونك تترسل؟ اهلا وسهلا. ان شاء الله رمضان كريم. رمضان كريم عليك وعلى كل الاهل. تحياتي لك وللساده وللمخرج حبيبتي. حبيبتي تحيات الكادر لحضرتك وتحيات المخرج. احب اشارك تترسل بس سؤال سهل حبيبتي. تدللين. يلا من وياي؟ احلام عبد الله كريم. احلام؟ لا أحلام عبد الله كريم من بغداد. نعم أحلام من بغداد. يلا أحلام جاهزة نلعب؟ إي جاهزة. يلا إن شاء الله. اختاري لنا رقم. أختار رقم 10. رقم 10. يلا خلينا نشوف صندوق رقم 10 وشنو بداخله. إي سؤال وأني أساعدك بيه إن شاء الله. يلا إن شاء ما هو الحيوان الذي ينتحر بإلقاء نفسه في الماء لأنه غير قادر على السباحة؟ يلا بما أنه أنت آخر متصلة فأني راح ادخلك القرعه بدون ما اقول لك الجواب، الجواب هو الخنزير. حبيبتي مو هالقد معلومات عيني انت. مبروك الك دخلتي ويانا بالقرعه. يا عمري تسلمين. حبيبتي شكرا لاتصالك. طبعا احلام كانت ويانا هي اخر اتصال بالحلقه. شكرا لكل المتصلين اللي اتصلوا بينا. واللي بحالفهم الحظ ان شاء الله يحالفهم بالمرات القادمه. المتسابقين اللي اتصلوا بينا الفائزين للتواصل واستلام الجائزه والحضور الى مقر القناه، التواصل عبر الرقم اللي ظهر اسفل الشاشه. أنا بدوري أشكر شكر جزيل للشيخة للزي الخليجي على إطلالتي اليومية في برنامج افتح واربح، الحريصين جدا للظهور بمظهر راقي جدا جدا، شكرا لهم الشيخة للزي الخليجي فرعهم الرئيسي المنصور مقابل مول المنصور، والفرع الثاني شارع فلسطين مجاورة جامعة المستنصرية، شكرا لهم، شكرا لكم وشكرا للوقت اللي انطيتوني اياه واستمتعتوا ويانا. شكرا جزيلا وتصبحون على خير.